السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي اضيف نوزل للميكانيكال اكيوبمنت. تمام، بداية خلينا نلغي او نخفي بقية العناصر التانية. اجي هنا هقول له اعمل لي هايد للعناصر ديت، تمام، ولمح بزر اقول له شو اقول. هاجي على الميكانيكال اكيوبمنت دوت، عايز اضيف له نوزل، دوس رايت كليك واقول له اد نوزل. هبدأ اقول له انا عايز الطيب، عندك الشكل ده، عندك الشكل ده، الشكل ده، الشكل ده، زي ما انت عايز. هتختار السايز بتاعك، هتختار اليونت والاند تايب والبريشر كلاس هيبقى قد ايه. طيب، وبعد كده هتقول له شينج لوكيشن، تقدر تتحكم في النوزل اللي هنا. طيب اللوكيشن بتاعي فين واغير ازاي. شينج لوكيشن، هقول له انا عندي عايزه في التوب مثلا، ابقى هنا وابدا اشوف الريدس بتاعه قد ايه والال قد ايه، او ممكن اقوله في البوتوم او في الريدل. هقول له الارتفاع بتاعي مثلا خليه 600 مثلا. طيب ال اللي هي المسافة الصغيرة ديت خليها مثلا 200. ال A اللي هي الزاوية خليها مثلا 180، واقول له كلوز. لما اعمل سيلكت هلاقي يظهر لي نوزل الناحية التانية بالشكل دوت. اقدر هنا اروح دايس على رايت كليك وابدا ارسم البايب تحتي.